جينيس تكشف عن فراغ في العالم يزن 6.5 كيلوغرام وطوله صادم. جينيس تكشف عن شيء في العالم؟ ايه يعني كلمتين. يس. تكشف عن وزنه 6.5 كيلوغرام وطوله صادم عن أصغر وشو؟ أصغر منزل؟ لا مو منزل، أصغر سيارة؟ ساعة؟ جايبينها عشان ساعات؟ عشان ساعات؟ مستحيل ساعة أصغر. لا ما في أصغر، 6 كيلو وش اللي بالمنزل 6 كيلو؟ وش اللي أصغر؟ أصغر إيش؟ طفلة؟ أصغر امرأة؟ خلينا نشوف. ما رحت بعيد، أصغر رجل. أنا شفته قبل كم يوم، عن جد صغير هالكبر. أنا لفت انتباهي إنه أقصر وزن مع بعض. أي من جد؟ طيب يلا نشوف اللي بعدها، بس مش صبتها يعني. أقصر وزن بترة. نشوف اللي عقبها. تحب فراغ، وأنا أيضاً عريس يفاجئ عروسته بأغرب هدية. تحب شغلة وأنا بعد أحبها، عريس يفاجئ عروسه بأغرب هدية. ومو بوكي ورد طبعاً، أكيد جرينا بسالفة ولا لا. أي. تحب الحلا. الحلا؟ طيب نشوف الحلا. الله يهني سعيد بسعيد، هذا كلهم يحبون هالشغله هذه، الله يهنيهم ببعض. على فكره انا احب الحمار، من الحيوانات اللي احبه. ابو صابر حلو، عيونه طويله كذا وحركات احبها. ابو صابر يسمونه. لا ايه طيب خلينا نشوف اللي بعده. غير عروس هذه تحب الحمير والله. منزل ريا وسكينه مسرح جريمه يتحول لمزار سياحي بصحبة أبعال. أيوة قرقاوي عوف. صح. أبعال أبعال معروف. صح أبعال عوف قرقاوي. وش الجائزة أصلا؟ في جوائز في شيء؟ أي في جوائز. كف وشوى دباب. غششونا يا جماعة، أو يمكن ساعة تحمست أنا، غششونا.